أنتم الذين تظهرون هذه الصورة الجميلة. أوكي، قناة دبي الرياضية مهما شكرناها لن نوفيها حقها. هي تعمل بشكل كبير لإظهار ما تم صناعته خلال الفترة الماضية. أشكركم سيد علي على هذه الإضافة الجميلة. إذن لازلنا وإياكم في هذا البث الحي المباشر للبطولة القارية المقامة في دبي. اللقاء الحالي يوجد لاعب من دولة عربية شقيقة من دولة فلسطين، اللاعب رحمن حمزة ياسين في الركن الأزرق، ويجابه الصخرة الكازاخستانية في الركن الأحمر اللاعب ينمر سونباي. حكم النزال هو الحكم الطاجيكي عبد اللطيف أكمل زون، ولدينا قضاة من سريلانكا والهند والإمارات وهنغاريا وتونس. اللقاء قوي واختبار أيضا جديد للمهارات والكوادر العربية في هذه البطولة. القضاء من سريلانكا ومن الهند ومن الإمارات العربية المتحدة هنغاريا وتونس. اللقاء 42 في هذه الفئة، فئة الشباب، ولازلنا في وزن 63.5 كيلوغرام حسب الموازين التصنيف الجديدة. لقاء تنافسي عالي، اللاعب الفلسطيني على مهارة عالية ويحاول، واللاعب الطاجيكي ذو خبرة كبيرة في التهديف واللكم. كما رأينا أعزائي المشاهدين جميع العاملين في اتحاد الإماراتي للملاكمة والاتحاد الأسيوي يمتنون بالشكر لجميع العاملين ولجميع المسؤولين والمؤسسات الحكومية والتكاتف الكبير بين المؤسسات الإماراتية لإنجاح البطولات ولوضع اسم الإمارات عاليا، وأيضا الهيئة العامة للرياضة والشباب التي حريصة كل الحرص على دعم كل الاتحادات الإماراتية لتنظيم البطولات الدولية ولوضع الإمارات كمركز لاستضافة البطولات الإقليمية والقارية والعالمية على مستوى المنطقة. أيضا نشيد بمجلس إدارة اتحاد الملاكمة الأسيوية والإماراتية، ويعجز اللسان عن تقديم الشكر والامتنان على هذه المبادرة الكريمة من جميع الإخوان في الاتحاد واتحاد الإمارات الملاكمة وجميع إخواني في إدارة وإخراج في قناة دبي الرياضية من المصورين ومن غرفة الصوت أو من عربة الإخراج وعربة الصوت وكل العاملين في كل منهم في مكانه القائمين على إنجاح هذه البطولة القارية الضخمة بهذا العدد الكبير في ظل جائحة كورونا ومع اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وإجراءات السلامة المطبقة بصرامة هنا في مقر إقامة البطولة وفي الإمارات بشكل عام. الإمارات لا تألو جهدا في المتابعة الدؤوبة لصحة العامة لمقيميها ولزائريها، وأيضا توفير اللقاحات المجانية لكل المقيمين على أرض الإمارات مجانا، وتكافح الكوفيد 19 بالعلم وبالمعرفة، وأيضا كما نرى بالرياضة وباستضافة البطولات القارية التي يعتذر عنها الكثير من الدول. لازلنا في الجولة الثانية التي تجمع منتخبي فلسطين وكازاخستان، نحن في الجولة الثانية وأداء جيد لكلا اللاعبين.
قتال من اللاعب الفلسطيني في الركن الأزرق، يحاول جاهدا أن يفوز بالمباراة، ولكن أمامه صخرة كازاخية كما نرى بتفوق في الطول. كلا اللاعبين يقفان بوضعية اليد اليمنى المهيمنة أو اليد اليمنى الأرثوذكس. تغطية جيدة ومن الركن الأحمر، ولكمات متواصلة لو استمررت في اللكم قد يعد الحكم إلزاميا لسلامة الركن الأحمر. ضربة تحت الحزام، تنبيه شفهي من حكم النزال للاعب الكازاخي بعدم الضرب تحت الحزام عن طريق الخطأ. كانت الضربة لكمة يمنى مستقيمة مباشرة، واللاعب في الركن الأزرق يشير بالتحدي أنها لم تؤثر. لاعب يعني طبيعة قتالية وتنافسية، يبدو أن واقي الأسنان سقط من الركن الأزرق عن طريق الخطأ إلى الزاوية حسب تعليمات السلامة، تعقيم وتنظيف واقي الأسنان وإرجاعه مرة أخرى إلى اللاعب. وتنبيه بإبقاء الفم مغلقا لضمان عدم وقوع أو عدم سقوط وقي الأسنان. لاعب الكازاخي يجيد لكمات الجدع واللكمات الخطافية اليسرى. أيضا اللاعب الفلسطيني يهاجم بشكل جيد جدا. يرجع إبقاء الرأس عاليا للركن الأزرق. مباراة ليست سهلة، لكمة صاعدة يمنى يسرى جميلة من اللاعب الفلسطيني اللاعب ياسين رحمن حمزة. يعني في أن يوجد لدينا فرق مكافحة عربية برغم الظروف وبرغم التحديات يعني يتغلبون على المصاعب ويمثلون في البطولات الآسيوية والقارية ويخرجون بهذا المستوى الجميل الطيب. كما ذكرنا لا يوجد خاسر كلي في 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 النزالات، ولكن توجد خسارة مباراة واحدة أو وإن شاء الله سيكون النصر للاعب العربي أو اللاعب الفلسطيني الآن، ولكن في المجمل العام لا يوجد خسارة كلية. يتعلم من هذه الدول التي سبقتنا بكثير في مجال لعبة الملاكمة أو الألعاب الفردية بشكل عام. لعبة الملاكمة في الأخير هي لعبة أو مباراة أو لعبة رياضة الفن النبيل ومعتمدة في الأولمبيادات كما ذكرنا سابقا. إذن الجولة الأولى والثانية تذهبان لصالح الركن الأحمر اللاعب يرنور سوني نوبا. اللاعب رحمن حمزة فلسطيني، يبقى لك فرصة في الجولة الثالثة للهجوم بشكل أقوى، يستوجب عد الحكم على الزاوية الحمراء أو عن طريق ضربة قاضية. فلنرى ماذا هذه توجيهات المدربين المدرب والمساعدين للاعب عبد الرحمن حمزة ياسين أو رحمن حمزة ياسين. إزالة الماء على من على واقي الرأس لضمان السلامة بعد الانزلاق القفاز. واللكمات، اللاعب الفلسطيني يهاجم بشراسة في بداية الجولة الثالثة. نعم حمزة ياسين، هذا هو المرجو في الجولة الثالثة، يطبق نصائح المدربين بحذافيرها، نظرات التحدي ونظرات التركيز. تركيز ألف الألف الآن في هذه اللحظات اللعب باللاعب رحمن حمزة ياسين من دولة فلسطين الشقيقة.
اللاعب الكازاخي صعب التجاوز، مهمة صعبة ومهمة شاقة. الجولة الثالثة واللاعب يتحرك برشاقة بأداء عالي، بمجموعة لكمات، بستامينا لا تنفد، طاقة لا تنفد، وخداع وفينت. المهمة صعبة يا حمزة ياسين. ملك عد إلزامي، نعم نعم يا حمزة، إن المباراة صعبة فعلا. العد إلزامي لسلامة اللاعب للركن الأزرق. استكمل النزال، الصخرة الكازاخية، الجبال الواعرة، لكمات قوية ومؤثرة جدا، ولكن اللاعب ياسين أيضا يهاجم برغم هذه اللكمات القوية. لعب أسد قلب من حديد ما شاء الله، ولكن المهمة صعبة يا إخوان في المشاهدين، إخوان المشاهدين وأعزائي المشاهدين في كل مكان. اللاعب الكازاخي يبدو الأكثر خبرة والأكثر مهارة في هذه الأثناء، في هذه اللحظات. هبة ربانية بالأفضلية في الطول، الهبة ربانية في الجسم، بالحظ الأوفر في الجسم. اللاعب حمزة ياسين ربما لو كان الكازاخي أقصر قليلا أو أقل قامة مثلا ربما كان تعدلت النتيجة، لأن اللاعب ياسين لاعب هجومي، لاعب رجل مقاتل، ولا ينقصه سوى التوفيق والنصر بإذن الله، وإن شاء الله سيكون فوز حليفه، إن لم يكن الآن ففي المستقبل إن شاء الله. ويكفي هذا النزال كما ذكرنا أعزائي المشاهدين، اللعب مع ملاكم أقوى، تحدي جيد، قلب متحدي وقلب أسد ما شاء الله يا حمزة. إذن أعزائي المشاهدين انتهى هذا اللقاء الذي جمع منتخبي كازاخستان وفلسطين في اللقاء 42 في هذه الفئة لوزن 63.5 كيلوغرام. اللاعب المقاتل حمزة ياسين في الشاشة الآن مع زاوية، مدربين أكفاء بذلوا جهدهم، أعطوا النصح، ونكون رفيقين بهم الواقع. ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، وهناك أفضلية للدول التي سبقتنا في مجال الملاكمة ومجال الألعاب الفردية، ليس الموضوع بالسهل. إن شاء الله يظن اللاعب حمزة ياسين نفسه فائزا والنظم كذلك، ولكن وضع رأي آخر، الفائز والكازاخي يونور سينو باي. مبروك لي اللاعب الكازاخي الأفضل في هذه المباراة على مدار 3 جولات، ونتيجة كانت 5-0.